يقول فضيلة الشيخ: هل استمرار الشخص على فعل الصغائر يصيره من أهل الكبائر؟ قالوا هذا، قالوا إن الاستمرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، هذا إذا كان فيه استخفاف، إذا كان يستخف بالصغيرة ويقول وش هذه قشور، هذه ما تضر، هذه صغيرها كبيرة، ما هو على نظر لنفس الفعل، وإنما نظر للاستخفاف الذي حصل منه بالذنب، هذا يصير كبيرة. نعم.